ينضم الينا عبر الهاتف من نابلس الصحفيه الفلسطينيه ابتهال منصور. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. عمليه طعن واطلاق نار اليوم في سلفيد شمال الضفه الغربيه المحتله، ما هي المعلومات المتوفره لديك حول هذه العمليه؟ نعم، اهلا بكم. بدايه، نعم، هناك تداعيات كثيره، والحاله على ارض الواقع لا زالت متوتره وفي اوجها في منطقه سلفيت شمال الضفه الغربيه بعد هذه العمليه التي نفذها فلسطيني منذ ساعات الصباح واستمرت لعده ساعات. عمليه متلاحقه مركبه متتابعه بدات بتنفيذ هذا الفلسطيني عمليه طعن قرب مغتصبة أرقيل. تمكن من طعن جندي صهيوني واغتنم وسيطر على السلاح الذي كان بحوزته، ومن ثم قام بإطلاق النار على عدد من الصهاينة الآخرين في المكان. أيضا تمكن هذا المنفذ من السيطرة على مركبة صهيونية كانت في المكان بعد إطلاق النار على صاحب المركبة الصهيوني، وبهذه المركبة تنقل في ثلاثة نقاط ليقوم بثلاث عمليات إطلاق نار. كانت إحدى هذه العمليات بالقرب من مغتصبة في خاي في سلفيت، وأيضا كان هناك عملية أخرى بالقرب من مغتصبة بركان عملية إطلاق نار، وآخر نقاط إطلاق النار كانت قرب بروقين القرية الفلسطينية قضاء مدينة سلفيت. من هذه القرية التي كان فيها آخر عملية إطلاق نار من قبل المنفذ بدأ الاحتلال بالحملة الأمنية الواسعة، ولا زال حتى هذه اللحظة يقوم باقتحام منازل المواطنين منزل تلو الآخر، يفتش المنازل، يغلق الطرقات، يقوم باستدعاء أو بحوزته كلاب بوليسية، وأيضا يسمع أصوات الطيران بشكل مكثف ترافق قوات الاحتلال في البحث عن منفذ هذه العملية في سلفيت. هناك إغلاق لكثير من الطرق رافقت أو تلت هذه العملية. كانت هناك اقتحام أيضا لقرى في قضاء سلفيت، منها كفر الديك، كفل حارس، ودارسيا، ومردى. تم احتجاز ومصادرة بعض كاميرات المراقبة من المحلات التجارية، أيضا إغلاق طرقات كثيرة منها جنوب مدينة نابلس، أيضا امتدت لشرق طول كرم وقلقيلية. وحالا من الاستنفار الشديد ينفذها الاحتلال بحثا عن هذا حالة الاستنفار التي يعيشها الاحتلال، هل ترافقت مع عمليات انتهاكات واعتقالات لفلسطينيين في المناطق المذكورة التي ذكرتها؟ حتى اللحظة لم نبلغ أو لم يتم الإعلان عن اعتقال أي فلسطيني، سوى عمليات تنكيل وتفتيش واحتجاز لبعض الفلسطينيين. كان هناك إصابة واحدة لأحد المواطنين في اقتحام بروقين، حيث انتعت مواجهات مع قوات الاحتلال. هذه الإصابة أعلن أنها يعني لفلسطيني ليس له أي علاقة بعملية التي تم تنفيذها قرب سلفيت، إنما جاءت إصابته خلال المواجهات وخلال اقتحام الاحتلال لبروقين. يعني حتى الآن هذا يعني صورة الوضع. قد يكون هناك تطورات في حال استمر الاحتلال بهذا النفس في ملاحقة منفذي العملية، وهذا يعني هذه الهجمة الشرسة التي ينفذها الآن في شمال الضفة الغربية. نعم، هل من جاءت يعني أو هل أعلنت أي جهة المسؤولية عن هذه العملية؟ نعم، أبدا حتى الآن لا يوجد أي إعلان عن هذه العملية ولا أي تفاصيل سوى ما تم ذكره وأعلن عنهم قبل الاحتلال. يعني عادة في مثل هذه العمليات تكون هذه الصورة في الضفة الغربية، ويعني المنفذ في حال طالت فترة ملاحقته من قبل الاحتلال، يعني كما حدث في المرات يعني السابقة في العمليات السابقة، تبقى هناك حالة من التكتم حول هذه العمليات وتفاصيلها إلى حين الوصول، ونسأل السلامة للجميع لحيث الوصول إلى منفذي العملية واعتقالهم من قبل الاحتلال أو استشهاد المنفذين يعني برصاص الاحتلال بعد الاستبداد، كما هي عادة يعني هذه الأحداث. وحتى لو استمرت في أشهر يكون هناك ملاحقة شديدة من قبل الاحتلال، لكن لا إعلان حتى اللحظة حول أي تفاصيل أخرى لهذه العملية. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة ابتهال منصور الصحفية الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.